يبدو أننا التعاطي يعني هذا سيفتح يعني الوجود الاستثمارات الأجنبية سيفتح المجال أكثر لمتابعة مستمرة بالنسبة للمؤشر MSCI لحركة الأسهم السعودية. بالنسبة للأسهم السعودية في هذه الفترة يعني ونحن نقترب يعني والوقت قصير بات فيما يتعلق للتفعيل لعملية الدخول للاستثمار الأجنبي، كيف نراه يتصرف؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير لك وللمشاهدين والمشاهدات. طبعا بالنسبة للسوق كما نعلم وكما لاحظنا في الفترة الماضية ربما على مدار أكثر من خمسة أسابيع كان هناك تحرك عرضي بتذبذب ارتفاعا وانخفاضا بحدود 200 نقطة، بحيث كان يعني الحد الأدنى تعودنا على أساس أنه يكون 9650 وحد أعلى 9850. بالمرة الحالية هذه ومع نهاية الأسبوع الماضي كان هناك انخفاض أكبر، وبالتالي زرنا المنطقة 9450 تقريبا، فبالتالي كان هناك حوالي 400 نقطة تذبذب في المرحلة الأخيرة. طبعا التذبذب هذا أو النزول الآن اللي حصل لا شك أنه يعتبر صحي، بحيث يعطي دفعة قوية للمؤشر العودة من جديد، لأن في الفترات السابقة مستوى السيولة يعني انخفض انخفاض كبير بحدود 4.5 كحد أدنى، نحن بحاجة إلى سيولة أعلى، وبالتالي عملية الانخفاض لا شك أنه يأتي أو يصاحبها دخول واستثمارات جديدة وشراء يعني من بعض سواء الموجودين او من خارج من هو خارج او من هو خارج السوق بدعم السيوله. طبعا امس كان هناك ارتداد من انخفاض بحدود 90 نقطه الى حوالي 40 انخفاضا، يعني في 50 نقطه ارتداد، لكن اليوم المؤشر من بدايته اخضر وارتفع بحدود 50 نقطه، لكن عملية الارتفاع اليوم لا يمكن أن نعول عليها كثيرا بسبب أن هناك يعني انخفاض، ما زالت السيولة منخفضة، نحتاج إلى مزيدا من الوقت. هل السيولة فعلا تتصاعد وتنمو يوما بعد يوم؟ هنا نستطيع أننا نحكم على أن هذا الآن أنها عودة للارتفاع من جديد، وإلا إذا استمرت السيولة بهذا الوضع ربما أن نعود إلى الانخفاض مرة أخرى. المؤشر لا شك أنه أعطى عملية يعني مع النزول صار هناك شركات أو أسهم محفزة والدخول فيها كان يعني فعلا إيجابي، لكن ما مبررات نحتاج إلى مزيد، نحتاج لمزيد من الوقت. طيب ما مبرر بقاء السيولة ضمن هذه المستويات؟ يعني صارت تصبح المتوسطات يعني بين 3 مليارات و800 إلى حوالي 4 مليارات، يعني أبعد شوي من 4 مليارات. طبعا كما قلنا الانخفاض في السيوله لا شك انه يعني ان المؤشر يعني في ضعف في عمليه الشراء، وبالتالي سيكون هناك يعني استمراريه للانخفاض ما دام هناك عمليه. طيب ما الذي يبقيها يعني فعلا ما الذي يبقيها دون هذه المستويات؟ هل هي مخاوف ام هي فتره الاسترخاء يعني التي يمكن ان تسبق مناسبه رمضان؟ لا هي فترة استرخاء هذه أكيد، لأن عملية لو كانت عملية مخاوف لوجدنا أن السيولة عالية جدا مع انخفاضات كبيرة، لكن نلاحظ أن بعض الأحيان يكون انخفاض 90 نقطة ومع ذلك السيولة ما زالت منخفضة، فالعملية ما هي عملية تخوف وإنما هي عملية ترقب، وأتصور أن الأيام القادمة يعني ستشهد عملية تغيرات ملحوظة، لأن الآن المستثمر الصغير نحن الآن حوالي 90% استثمار يعني افراد، فدخول المستثمر الاجنبي لا شك انه سوف يعزز الاستثمار المؤسساتي وسيعطي يعني قياده ومؤشر قوي للمستثمر المحلي وخاصه الافراد، يعني الافراد سيستفيدوا، يعني سيكون السوق اكثر اطمئنانا، لان هناك سيكون دراسات، سيكون هناك تقارير مستمره، سيكون هناك طيب هذا ايضا الا يعطي نعم يعني وهذه التقارير وخصوصا الاجانب دائما ما يمهدون لدخولهم، وحتى في اي سوق متواجدين فيه يكون هناك في تخمه بالبيانات التي يصدرونها، هذا الا يلقي ايضا عبء على الشركات السعوديه بانها قد تغير من استراتيجيه الافصاحات يعني وقد عليها ان تزيد ايضا من هذه الجرعه؟
طبعا لا شك هذا هدف من الأهداف دخول المستثمر الأجنبي، كما قلنا الاستثمار المؤسساتي هدف، وأيضا عملية زيادة درجة الإفصاح والشفافية هدف سامي كبير أيضا. فنحن مستوى الشفافية عندنا تردى في الفترة الأخيرة، فلعل دخول المستثمر الأجنبي سوف المستثمر الأجنبي لن يقتصر فقط في إعطاء تقارير، المستثمر الأجنبي سوف يكون ضمن الجمعيات العمومية التي مع دخوله سوف تفعل كثيرا، أيضا سيكون جزء من الإدارة يعني مجلس الإدارة. فكل هذه الأمور ستحتم على مجالس الشركات أنها ترتقي بتقاريرها وبإعلاناتها بحيث تكون شفافة وواضحة، لأن عملية الإفصاحات اللي تعودنا عليها سواء بعملية الإعلانات كثيرا ما تكون مضللة. ولا ننسى يعني آخر الإعلانات شركة موبايلي منذ أكثر من سنة، ونحن الآن تعودنا على تقارير مضللة وبيانات غير صحيحة وإعطاء تطمينات مع قبل بداية إعلان نتائج الربع الأول أن الشركة ستعود إلى الربحية وأنها ما حصل لها هي مجرد سحابة صيف وانجلت. هذه كلها فعلا تضليل وعملية يعني زيادة في الغموض. يعني لما تيجي نتائج الربع الأول سيئة جدا وخسائر، وكنا متوقعين ربما يكون في تحول الأرباح، وأيضا هيئة سوق المال تبدي ملاحظات جوهرية وتطالب شركة موبايلي ليس مجرد الرد على هذه الملاحظات بل ما هو مقدار انعكاسها على القوائم المالية، ولا شك أن انعكاس سلبي. فكل يعني السوق يعني حتى قبل حتى الدخول يعني ولا ينتظر ربما الأجانب ليدخلوا لكي يستطيع أن يتبين أو يتلمس مزيد من الشفافية. واضح أن التجربة مع موبايلي يبدو أنها أيضا فتحت الأعين لأن هناك مطالبات ربما بدرجة الشفافية ستكون يعني أقوى للكثير من الشركات. أشكرك دكتور سعود المطير أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود على هذه